هسه شباب وصلنا إلى الموضوع الخامس بهاي المحاضرة، والموضوع الأخير بالأساسيات مال الكيمياء العضوية. طبعا هاي الموضوع اسمه الـ Common Types of Reaction، يعني الأنواع الشائعة للتفاعلات الكيميائية بالكيمياء العضوية. بهذا الموضوع إن شاء الله راح تقدرون تختمون يعني الأساسيات مال الكيمياء العضوية. طبعا هي أكو بعد أساسيات ثانية، بس هاي الأساسيات اللي أنا انطيتهن إن شاء الله بحيل الله اللي يوحد يقرأهن ويركز عليهن يعني ويضبطهن بحيل الله راح يكون مسيطر، يعني سيطرة كل زينة على المادة، وراح يجي يعني موضوع راح ما يلاقي صعوبة بحيل الله. طبعا أنواع التفاعلات الكيميائية، أو بالأحرى خلينا نحكي على الكيمياء العضوية بشكل عام. الكيمياء العضوية أغلب الطلاب وأغلب اللي يدرسوها راح يقولون عليها مادة حفظية، لأن شو يسوون؟ يحفظون التفاعل يعني مثل ما هو يحفظونه، بس طبعا هي أكو طرق واحد ما يحفظ بها التفاعل، واحد يقدر التفاعل يفتهمه وشي يجيبوله من أي تفاعل، شي يجيبوله أي تفاعل، أي تفاعل يخص هذا الموضوع، مثل موضوع يعني مثلا تفاعلات الأكسدة مالت الأمينات، شي يجيبوله أي تفاعل أكسدة يخص الأمينات راح يقدر يسوي من خلال فهم التفاعل. واحد بس يفهم التفاعل راح يقدر يسوي اي تفاعل يخص الموضوع بدل ما يحفظه. بس لو واحد اجى حفظه اكيد راح يشوفها صعبة، المادة مال الكيمياء العضوية راح يحسها مادة جافة كلها عبارة عن حفظ، راح يشوفها مادة حفظية بس واحد يحفظ بيها معادلات يجر ويحفظ بالمحاضرات وما يلحق. بس اكو طريقة اللي هي واحد يعرف التفاعلات الأساسية، يعني يعرف التفاعلات الأساسية الشائعة اللي تخص الكيمياء العضوية. أنا طبعا هنا راح أحكي التفاعلات الأساسية، يعني مو التفاعلات الثانوية، مو طرق التحضير، لا تفاعلات أساسية. وطبعا أنا بالقناة شارح باقي التفاعلات، كثير شارحها مال كل المواضيع، بس هنا راح أركز على التفاعلات الأساسية اللي تشمل تفاعلات الإضافة، تفاعلات الاستبدال، وتفاعلات الحذف. بالإضافة إلى هاي المواضيع الثلاثة راح أضيف لكم تفاعلات الأكسدة وتفاعلات الاختزال، أنطيكم عليها ملاحظتين مهمات على تفاعلات الأكسدة وتفاعلات الاختزال. الواحد من يعرف هاي التفاعلات الأساسية اللي هي تفاعلات الإضافة وتفاعلات الاستبدال اللي هي وتفاعلات الحذف وتفاعلات الأكسدة والاختزال راح يكون يعني مسيطر بنسبة فوق 90 إلى 95% على كل تفاعلات الكيمياء العضوية، يعني راح يقدر يفهمها، راح يقدر يفسخ التفاعل ويفتهمه زين. هسه إن شاء الله ونبدي نشرح موضوع موضوع بيهن. نبدأ بأول نوع من التفاعلات عندنا، هي تفاعلات الإضافة، تفاعلات الـ Additional Reactions، تفاعلات الإضافة. تفاعلات الإضافة بصورة عامة تتضمن كسر الأسرة باي وإضافة ذرتين. أها، يعني راح نسوي بهذا التفاعل، راح نكسر الأسرة باي ونضيف ذرتين للمركب المتفاعل. زين هاي الإضافة مالت الذرتين وين تكون؟ على جانبي الأسرة باي. زين هي الأسرة باي، شنو هي الأسرة باي؟ الأسرة باي شباب هي الأسرة المزدوجة أو الأسرة الثلاثية، أما الأسرة المفردة ما بها أسرة باي، بس أسرة مزدوجة أو أسرة ثلاثية. هذا الحاجة جاي أحكي بشكل عام مو بشكل خاص، هي الأسرة المزدوجة والأسرة الثلاثية راح تنكسر، وبنفس الوقت راح تنضاف ذرتين على جانبي الأسرة باي. وكل أنواع التفاعلات الإضافة راح تستند إلى نفس الطريقة اللي هسه أنا حكيتها. شكل نوع من تفاعلات الإضافة راح تستند، شكل نوع من تفاعلات إضافة بأسرة مزدوجة راح تكون نفس بهاي القاعدة اللي أنا حكيتها هسه، أو أسرة ثلاثية. طبعا عندنا نوعين أساسيين من تفاعلات الإضافة. عندنا النوع الأول اسمه ماركونيكوف رول، والنوع الثاني اسمه أنتي ماركونيكوف رول، يعني تفاعلات تخضع إلى قاعدة ماركونيكوف بالإضافة، وتفاعلات ما راح تخضع إلى قاعدة ماركونيكوف بالإضافة، أنتي ماركونيكوف، أو تفاعلات المضادة لقاعدة العالم ماركونيكوف. طبعا هذا العالم ماركونيكوف وضع قاعدة بالإضافة بتفاعلات الإضافة للكيمياء العضوية، سوى طفرة كبيرة بعلم الكيمياء العضوية، قدر من خلالها يحضر هواي تفاعلات من ضمنها تفاعلات إضافة.
طبعا قاعدة ماركونيكوف شو تقول؟ قبلها قاعدة ماركونيكوف راح تختص بإضافة ذرة الهيدروجين، يعني مركب اللي راح نضيفه إلى المركب المتفاعل مالتنا. هذا المركب راح يحتوينا بتركيبة على ذرة هيدروجين، لازم، هذا شرط أساسي. إذا المركب مالتنا تفاعل ويا مركب عضوي وهذا المركب احتوانا على ذرة هيدروجين، راح يخضعنا إلى قاعدة ماركونيكوف. وشنو هاي القاعدة؟ أو عفوا شنو هاي القاعدة قاعدة ماركونيكوف؟ هاي قاعدة ماركونيكوف راح تضاف بيها ذرة الهيدروجين إلى ذرة الكربون المجاورة للآسطرة باي صاحبة أكبر عدد ذرات من الهيدروجين. أعرف مثلا أنتم دختوا بهاي الحكي، بس راح أحكي لكم يعني بشكل أبسط. يعني راح نسوي إغناء غني. شنو يعني إغناء غني؟ نجي نباوع على الآسرة المزدوجة، الآسرة المزدوجة مالتنا بالمركب اللي عندنا، مثل ما وضحت لكم بالمثال اللي أني موضح لكم بالصورة، اللي هو عبارة عن مركب البروبين CH3CHCH2. هذا مركب البروبين. مركب البروبين راح نجي نفعله ويا الاتش بي ار، اللي هو شنو هيدروجين برومايد. راح نجي نفعله ويا الاتش بي ار. طبعا نصيحة لكم، من هنا الى نهاية السنة وحتى الى نهاية دراستنا للصيدلة، دائما المادة المتفاعلة او العوامل المساعدة حاولوا هيش تفصلوها. هو مو الجزيئة مالت المركب تتكون من عنصرين او اكثر، المركب انتو افصلوا العناصر. هسه مثل الان ال HBR، شوف شلون انا فاصله ال H فاصلها عن ال BR بآسرة. انتو دائما هيك تسووا حتى التفاعل يسهل لكم بالفهم. طبعا انا كل التفاعلات وكل التحضيرات مال هاي السنه الكورسين انا شارحهن هيك بهاي الطريقه، افصل المركب الى عنصرين او الى 3 عناصر واسوي على شكل سهوم حتى توضح. المهم خلينا نرجع على تفاعلنا. فعنا يقول CH3CH دبل بون CH2، قلنا هذا البروبين راح نفعله ويا ال HBR، قلنا نفصل العنصر ال H وال BR. فهسه نجي نطبق قاعدة ماركونيكوف، نباوع على المركب مالتنا اللي هو HBR. لحظة، متكون من H و BR، نجي نلزم ال H. هاي ال H راح تسوي لنا عملية إغناء الغني. احنا ما علينا بالقاعدة اللي تقول نضيف ذرة الهيدروجين إلى ذرة الكربون المجاورة الآسرة المزدوجة الحاوي على أكبر عدد من ذرات الهيدروجين. احنا ما علينا بهاي القاعدة العلمية الدوخة. احنا شو نسوي بالقواعد العلمية؟ احنا علينا يعني أهم شيء هو الحل. شو نسوي بالقواعد العلمية؟ المهم هسه احنا نجي نلزم ذرة الهيدروجين مالت ال HBR ونجي نضيفها إلى ذرة الكربون أم ذرات الهيدروجين الأكثر. يعني بما معناه راح نسوي عملية إغناء الغني. نجي نباوع على الآسرة المزدوجة مالتنا، وينها؟ صايرة بين CH و CH2، صايرة بينات CH و CH2. يا صاحبة أكبر عدد ذرات من هيدروجين، بمعنى آخر يا هي ذرة الكربون الغنية اللي عتها هواي فلوس. ذرة الكربون الغنية اللي عتها هواي فلوس، لو تسألونا أقلكم السي اتش 2، لأن ذيك عتها بس سي اتش، هاي عتها السي اتش 2. فراح نضيف ذرة الهيدروجين إلى سي اتش 2، أما ذرة البروم راح نضيفها إلى ذرة الهيدروجين الثانية المجاورة العنصر المزدوجة. وبنفس الوقت انا ايش قلت لكم بالقاعده مالت ماركونيكوف، راح تنكسر الآسرة المزدوجه تصير آسرة مفرده، مثل ما وضحتكم بالناتج الثالث، صايره سي اتش 3 سي اتش بي ار سي اتش 2 اتش. طبعا هاي الاتش تقدرون تكتبونها سي اتش 3، ثلاث صحيحات. طبعا فد ملاحظه حلوه اللي هسه يسالون، تقولون زين شنو هذا المركب اللي صاير بالنص؟ هاي بس ميكانيكيه حتى تفهمون التفاعل هسه اللي انا شرحته. استوني انا قلت لكم انا شنو هذا مقصدي بالمركب اللي وسطي. احنا ممكن ال H راح نضيفها الى ال H نضيفها الى ذرة الهيدروجين صاحبة ذرة الكربون صاحبة اكبر عدد من ذرات الهيدروجين، فراح تحمل شحنة موجبة
على ذرة الهيدروجين الثانية اللي ما ضفنا إلها. شنو معناها ذرة شنو معناها الشحنة موجبة؟ معناها إنه هاي ذرة الكربون راح تكون قابلة لاكتساب ذرة أخرى اللي راح نضيف إلها بعدين اللي هي ذرة البرون. انتوا عليكم هذا الحكي، انتوا عليكم إنه بقاعدة ماركونيكوف راح نسوي غناء الغني. خلوا بالكم هاي ملاحظة. أما قاعدة أنتي ماركونيكوف اللي هي فقاع اللي هي راح نسوي عكس هذا الحكي. شنو عكس هذا الحكي؟ يعني ذرة الكربون اللي تحوينا أكبر عدد من ذرات الهيدروجين راح نضيف لها الجزيئة الثانية. أما ذرة الكربون اللي تحتوينا أقل عدد من ذرات الهيدروجين اللي تجاور لنا العصرة المزدوجة راح نضيف راح ما راح نضيف لها عفوا راح نضيف لها ذرة هيدروجين. هو هذا ملخص الحكي. طبعا شباب اكو نوعية ثالثة بتفاعلات الإضافة اللي بيها نضيف ذرة وحدة، بس هاي الذرة بيها جزيئتين نضيف إلى مركب يحتوينا على العصرة باي، سواء كان هاي مركب يحتوينا على عصرة باي الكين أو الكاين. هاي الذرة اللي تحتوي على جزيئتين قد تكون بروم، كلور، يود، فلور، يعني بين قوسين نضيف شو اسمه نضيف مجموعة هالوجين. فهاي مجموعة الهالوجين اللي من نفس النوع راح تنضاف على ذرتي الكربون المجاور للعصر المزدوج، والعصر المزدوج راح تنكسر، فراح يتكون عندنا مركب الناتج مثل ما واضح عندنا بهذا التفاعل اللي مات الإيثيلين تفاعلها ويا البرومين. البرومين راح ينضاف على ذرتي الكربون المجاور للعصر المزدوج، والعصر المزدوج راح تنكسر نفس ما قلنا بالقاعدة مالت الإضافة. نجي هسه على النوع الثاني بالتفاعلات مالت الكيمياء العضوية اللي هو substitution reaction اللي هو تفاعلات الاستبدال. طبعا تفاعلات الاستبدال راح هواي هواي تواجهونها هاي السنة أكثر من تفاعلات الإضافة. تفاعلات الاستبدال راح تستبدلون ذرة محل ذرة أخرى، تستبدلون مجموعة وظيفية محل مجموعة وظيفية ثانية. نقطة على السطر. فلو تجون على هذا المثال اللي هو عبارة عن CH3 CH CH3 CH3 راح نستبدله، راح نستعمل Br2 وحرارة. طبعا الدلتا هاي حرارة مثل ما تعرفوها. هاي ال Br2 يكتبوها بشكل Br شارحة Br مثل ما قلت لكم، Br شارحة Br يعني Br عاصرة Br، حيث ان واحد من ال Br راح يجي يتحد ويا الهيدروجين مالت ذرة الكربون الوسطية، والبي ار الثانية راح يجي يحل محل ذرة الهيدروجين اللي اتحدت ويا ذرة البروم. يعني واحد من ذرات البروم راح يجي يتحد ويا ذرة الهيدروجين ويتكون عندنا ال اتش بي ار كناتج عرضي. انا طبعا هنا الناتج العرضي ما كاتبه، اللي هو ال اتش بي ار ناتج من اتحاد البي ار، واحد من البي ار ويا الاتش مالت السي، والبي ار الثاني راح تجي تحل محل الاتش، فيتكون عندنا مثل ما واضح سي اتش 3 سي بي ار سي اتش 3 سي اتش 3. هي هاي تفاعلات الاستبدال. هسه شباب وصلنا الى النوع الثالث بالتفاعلات، هي تفاعلات الحذف الالمينيشن رياكشنز. تفاعلات الحذف هذا النوع من التفاعلات احب اقول لكم هذا النوع نادر، يعني قليل التواجد بالكيمياء العضوية بشكل عام، خصوصا بمنهجنا قليل التواجد وقد يكون نادر يعني بدرجة كلش كبيرة. قبل أن نبدأ بهذا النوع من التفاعل راح أقول لكم ملاحظة جانبية مهمة جدا. هاي ملاحظة جانبية تقريبا 3/4 المنهج مالتكم هاي السنة راح يعتمد عليها، ما قد مهمة وراح تلاحظوها هواية وراح تذكروني بهاي الملاحظة. هي أسماء ذرة الكربون. ذرات الكربون لها تسمية ثانية باللاتينية، لها أسماء ألفا، بيتا، جاما، دلتا، سيجما إلى آخره. أنتوا ما عليكم بالسيجما والدلتا والبيتا، أنتوا عليكم أكثر شيء على بالألفا والبيتا عليكم. بس راح أعطيكم طريقة حتى تعرفون كل واحدة من ذرات الكربون، وبعدين راح يعني من خلال هاي الملاحظة راح هواي تستفادون منها بالمستقبل، لان هاي ملاحظة تقدرون تسمونها القاعدة الذهبية، ما قلت مهمة.
تجون تطلعون على المركب اللي عندكم، تروحون على المجموعة الوظيفية، وانتم عرفت المجاميع الوظيفية اللي قرأتوها بالجدول وحفظتوها جدول، كل المجاميع الوظيفية اللي هي حامضة كربوكسيلية، مجموعة الألديهايد، مجموعة الكيتون، مجموعة الثايونيل إلى آخره من المجاميع الوظيفية، تطبعون عليها. ذرة الكربون اللي تجاورنا المجموعة الوظيفية هاي اسمها ذرة الكربون ألفا، واللي بعدها بيتا، واللي بعد بعدها هاي جاما، واللي بعد بعد بعدها هاي دلتا. انتم ما عليكم لا عليكم بجاما ولا عليكم بدلتا، بس هاي معلومات لكم. بس المهم جاي اقول لكم اني انه ذرة الكربون المجاور للمجموعة الوظيفية لا على التعيين، قد تكون مجموعة هيدروكسيل، قد تكون مجموعة كاربوكسيل، أي مجموعة وظيفية هاي اللي كانت متواجدة بالجدول المجموعة الوظيفية، أي ذرة كربون تجاور هاي ألفا، أي ذرة كربون تجاور ألفا. أما ذرة الكربون اللي يجاورنا ألفا اسمها بيتا. نقطة أصبر، هاي ملاحظة مهمة جدا، ملاحظة خرافية. هسه بعد أن تعرفتوا على الملاحظة المهمة جدا، هسه نجي على نوعين من تفاعلات الحدث، قاعدتين أساسيات. مثل ما تعرفنا عن تفاعلات الإضافة قلنا قاعدة العالم ماركونيكوف وأنتي ماركونيكوف، هنا هم عندنا قاعدتين أساسيات اللي هي قاعدة السيتيزيف رول والهوفمان رول. أول شيء نبدي بالسيتيزيف رول. سيتيزيف رول هو الهدف مالته تكوين الكين مستقر، يعني جميع الألكينات اللي يسويها مستقرة. هاي ما عليكم هذا الحكي، هاي الملاحظة من خصائص الألكين الناتج، راح يكون الألكين مستقر، وبنفس الوقت راح تزال ذرة هيدروجين من ذرة الكربون بيتا صاحبة أقل عدد ذرات من هيدروجين، صاحبة أقل عدد ذرات من هيدروجين. هسه نجي على التفاعل حتى تفهمون هذا الحكي. عندكم هذا المركب اللي هو 2.3 داي ميثيل 2 بيوتانول، عندكم مكتوب ب سي اتش 3 سي اتش سي اتش 3 سي سي اتش 3 سي اتش 3 او اتش. اول خطوه، وطبعا من عامل المساعد الاتش 2 اس او 4 حامض الكبريتيك، هذا تفاعل تكوين شو اسمه، تفاعل تكوين الالكين من الكحول. طبعا هذا اللي اول خطوه، اول خطوه تجون تتبعون على مجموعه الهيدروكسيل باعتبارها المجموعه الوظيفيه. ذرة الكربون اللي تجاورها هي ذرة الكربون ألفا، اللي هي السي، ذرة كربون ألفا. يبقى لكم عندكم 3 خيارات، هي ذرة الكربون بيتا، يا أما السي اتش 3 اللي صار اللي فوق همين تعتبر ذرة كربون بيتا، والسي اتش 3 اللي صار اللي جوا همين تعتبر الكربون بيتا، والسي اتش اللي صايره بصفها همين تعتبر كربون بيتا. عندكم 3 كربون بيتا. زين هنا يا تاخذونها صاحبة أقل عدد ذرات من هيدروجين، يا صاحبة أقل عدد ذرات من هيدروجين، صاحبة أقل عدد ذرات من الهيدروجين هي السي اتش المجاورة لذرة الكربون سي. إذن هاي السي اتش راح نجي نزيل منها هيدروجين، وراح يبقى عندنا المركب سي اتش 3 سي سي اتش 3 سي سي اتش 3 سي اتش 3، يعني هسه المفروض نخلي عصره مزدوجه. فنلاحظ ان المركب الناتج، المركب الناتج 2.3 داي ميثيل 2 بيوتين يكون اكثر استقرارا من المركب اللي صاير اللي جوا. طبعا انتم تقدرون تسوون الشكلين، ما بيها شيء، تسوون الشكلين، تقدرون تختارون الفوق السي اتش 3 او الجوا او حتى لو صفها. بس المركب الاساسي اللي الدكتور اللي ينطى عليه درجة صح اللي راح نعطيكم عليه هو ذرة الكربون سي اتش. ليش؟ لان تحمل لنا اقل عدد ذرات من الهيدروجين، وهي اللي سوتوا بيها العصرة المزدوجة. اما ذرة الكربون اللي صاير لي فوق او صاير لي جوا، هنا يعطيكم نص صح، لان هاي مركب يعتبر ثانوي مو مركب اساسي. المركب الاساسي هو ذرة الكربون اللي من صاحبة أقل عدد ذرات من الهيدروجين، تسحبون منها هيدروجين وتدخلون عناصر مزدوجة حتى يصير تشبع لعدد لذرات الكربون. يعني هسه ايش تكتبون؟ تكتبون بس المركب اللي صاير فوق، أما المركب اللي صاير جوا تردون تكتبون وتردون تعوفونه، والأفضل عوفوه. أما بالنسبة للقاعدة الثانية
لتفاعلات الحلو في قاعة العالم هوفمان. بالعالم هوفمان راح يتكون عندنا ألكين غير مستقر. يعني شنو الألكين غير مستقر؟ يعني مركب ثانوي مو مركب أساسي. أي بما معنى إنه نفس الناتج النواتج مالت التفاعل قاعدة ستي سيف اللي أخذناها نفس، إحنا ممكن تكون عندنا ناتجين، هو الناتج اللي صاير لي جوا هو نفسه ناتج هوفمان، لأن بهوفمان راح نزيل ذرة هيدروجين من ذرة الكربون بيتا صاحبة أكبر عدد ذرات من الهيدروجين. هسه نجي على نفس التفاعل ووضحكم شنو ليش صارت اللي نفسه جوا، ليش صار التفاعل نفسه بس اللي جوا، العفو، نفس التفاعل اللي هو عبارة عن CH CH3 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 CH. نجي على ذرة الكربون ألفا المرتبطة بمجموعة الهيدروكسيل. مجموعة الهيدروكسيل نفسها المجموعة المضيفية اللي تجاورها هي ذرة الكربون ألفا اللي هي السي، راح تكون مرتبطة بيها 3 مجاميع بيتا اللي هي CH3 CH3 CH3، عفوا CH. يا هي ذرة الكربون اللي تحمل لنا أكبر عدد ذرات من الهيدروجين هي ال CH3، واحنا عندنا شكل ال CH3، احنا عندنا 2 CH3، فبكيفنا هنا أنا. يا أما اللي فوق أما يا أما اللي فوق نحذف منها ذرة هيدروجين، يا أما جوا، هنا احنا مخيرين. واثنينات راح يتكون عندنا بيها مركب غير مستقر ويسمونه هوفمان، اللي هو صاير لي جوا، شوفوا غير مستقر ليس ستيبل. أما الفوق حذفنا من صاحب أقل عدد ذرات هيدروجين، فتكون عندنا مور ستيبل واللي هو ناتج ستزيف. أما بالنسبة إلى تفاعلات الأكسدة والاختزال الأوكسيديشن أند ريدكشن، تفاعلات الأكسدة اللي هي الأوكسيديشن هي التفاعلات اللي راح تكسر العصرة بين الكربون والهيدروجين وتستبدلها بعصرة بكربون ويا أوكسجين، اللي هي عصرة الكربونين، مجموعة كربونين أو مجموعة كربون وكبريت CS، أو مجموعة كربون ونيتروجين CN. أما العوامل المساعدة اللي راح نشوفها أو نقدر نسوي بها تفاعل أكسدة اللي هي شني، اللي هي KMnO4 بوتاسيوم برمنجنيت، كذلك ال HNO3 حامض النتريك، كذلك ال K2Cr2O7، كذلك ال Na2Cr2O7، وكل هاي بالإضافة إلى عوامل مساعدة أخرى يمكن عمل بها تفاعل أكسدة. من اسمه أكسدة أي راح نسوي أوكسيديشن، أي راح نضيف عملية أكسدة أي أكسجين. مثل ما قلت لكم راح تكسر العاصرة بين الكربون والهيدروجين وتستبدل بكربون وأكسجين، أو كربون ونيتروجين، أو كربون وكبريت. هاي بالنسبة لتفاعلات الأكسدة. أما تفاعلات الاختزال نجي عليها هي الريدكشن. تفاعلات الاختزال راح يجينا المركب المتفاعل بمجموعة كربونين سي دبل بوينت او، او مجموعة سي ان، او مجموعة سي اس، وهاي المجاميع راح تنكسر العاصرة بيناتهم وتستبدل بعاصرة بين الكربون والهيدروجين، يعني الاكسجين والنيتروجين والكبريت راح يستبدلن بهيدروجين. أما العوامل المساعدة اللي راح نستخدمها بهاي بالريدكشن بالاختزال هي هواية، من ضمنها الهايدروجينيشن، تعتبر عملية الهدرجة إحدى وسائل الاختزال، هي باستعمال هيدروجين H2 بوجود بلاتين أو النيكل بي تي أو ان اي نيكل. هاي راح تسبب لنا عملية اختزال، أو باستعمال الليثيوم ألومنيوم، الليثيوم الومنيوم ان ال ال اي ال اي ال اي ال اتش بي او 4، عفوا ال اي اي ال اي ال اتش 4 اللي هو ليثيوم الومنيوم هيدرايد، او ال ام او ليثيوم او ليثيوم او الثاني اللي هو العامل المساعد لليثيوم الومنيوم بروميد، ليثيوم الومنيوم بروميد او ليثيوم الومنيوم هيدرايد، واحدة من ذني أو الهيدروجينيشن، هاي كلها وسائل اختزال.
من الأمثلة على الأكسدة والاختزال هو أو الألديهايد والكيتون. الحامض الكحول من يتأكسد راح ينطينا ألديهايد، والألديهايد نفسه من يتأكسد راح ينطينا حامض كاربوكسيلي. أما الاختزال هو عكس عملية الأكسدة، أي راح يرجع لنا عملية المركب إلى أصله. إحنا مو قلنا الكحول من يتأكسد يعطينا ألديهايد، فالألديهايد من يختزل راح ينطينا كحول. وهم يعني بنفس العوامل المساعدة اللي ذكرتهن.